طيب من كرة السلة نرجع بقى لكرة القدم، وبيستعد النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول للموسم الجديد من أجل كسر بعض الأرقام القياسية اللي نقدر نقول إن هي نسبيا قريبة ليه إلى حد كبير. أولهم على الإطلاق بينتظروا في المباراة الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحل ليدز يونايتد ضيفا على ملعب إنفيلد معقل فريق الريدز حامل اللقب يوم السبت الجاي إن شاء الله. وطبعا في حال نجاح محمد صلاح في هز شباك الفريق الضيف هيكون أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في المباراة الافتتاحية لأربع مواسم متتالية، وإحنا طبعا بنتمنى كلنا كمحبين وعشاق لمحمد صلاح إن هذا الأمر إن شاء الله يتحقق بإذن الله.